شويه مناعات بلادنا. هذا الشيء التماسك اللي غادي فيه، هذا النموذج المغربي كيفاش غادي، هذا البناء الحمد لله السليم على المستوى الديمقراطي، على المستوى المؤسساتي، على المستوى ديال محاربه الفقر والهشاشه، التوعيه، التكوين، التعليم، يعني هذا المسار اللي غادي فيه المغرب هو اكبر مناعه واحسن مناعه لمواجهه كل الافات التي تحدق. ولهذا كنقول بانه اساسي ان في هذه المرحله كذلك نزيدوا نقوموا من هذه المناعه، بينا على المناعه ديالنا بعد الازمه الاقتصاديه والماليه العالميه، بينا كذلك على المناعه ديال المغرب في تدبيره لما يسمى بمخلفات الربيع العربي الى اخره. هذا المسار مازال مستمر، وهاد الظواهر اللي اصبحت اليوم طاغيه على العالم ما خصناش ننساو بانه راه ماشي احنا ما معزولينش على العالم، احنا داخل العالم. ولهذا هذا المسار اللي غادي فيه خصنا نزيدو نقويوه، وباش نقويوه كثير من التنميه، حل المشاكل، ديناميه التشغيل، التضامن، هذه كلها اشياء اللي غادي تزيد بالطبع كما حسب قناعتنا احسن رد واحسن جواب واحسن وسيله لمواجهه هذه الظواهر هي هذه تقويه المناعه الداخليه ديال البلاد. اليوم خصنا نقوي المناعه ديال بلادنا امام مخاطر خارجيه.